بعض النهارده طاجن المكرونه بالسجق، طعمه بقى تحفه جدا، كل اللي هيدوقه بجد هيعجبه قوي. يلا بينا نشوف المقادير ونشوف كمان هنعمله ازاي. عندنا كيس مكرونه مسلوقه اي نوع انت بتحبيه او اي نوع متوفر عندك، نص كيلو سجق بلدي متقطع ترانشات او شرايح صغيره، بصلتين متقطعين جوانح، اتنين فلفل الوان متقطعين جوانح، نص كيلو جبنه موتزاريلا على شيدر او عندك جبن في التلاجة، ممكن كمان رومي تخش معاهم مفيش مشكله، ملح وفلفل اسود تمام. وهنعمل صوص البشاميل زي ما اتعودنا، 4 معالق كبار دقيق عليهم 4 معالق زبده او زبده على زيت، لتر من اللبن، مكعب مرقه، معلقتين كبار من الجبنه الكريمي، وزبده وزيت تمام. دي مقادير البشاميل. يلا بينا بقى، المقادير هي على الشاشه، شوفوها براحتكم، حاولوا تصوروها او تكتبوها. وتعالوا بينا نشوف هنعمل ايه. هنولع البوتاجاز ونحط الطاسة على النار، والحلة كمان اللي هنعمل فيها البشاميل. هناخد اول حاجة معانا السجق، بس هنستنى لما الطاسة كده تسخن كويس قوي، نحط شوية زيت وحتة زبدة، مش هنكتر قوي في المواد الدهنيه لاننا كلنا عارفين ان السجق بيبقى يعني مليان شويه دهون، نسبه الدهون فيه بتبقى عاليه، فمش هنكترها قوي. هنستنى لما الزبده والزيت يسخنوا كويس جدا وبعدين ننزل بالسجق على طول. وعندنا الحله الثانيه برضو هستناها تسخن علشان نعمل فيها البشاميل. طاجن سهل جدا، سريع، هتعمليه بسرعه، هتحطيه في يدوبك في الفرن بس ياخد لون، لان كل المكونات بتاعتنا هتبقى مستويه، وهيديكي نتيجه روعه جدا. واحلى اكل ليه بقى لما يكون لسه طالع من الفرن وسخنه، تلاقي الجبنه بقى بتمط وشكله تحفه تمام. سخنت معانا الزبده والزيت، هننزل كده بالسجق. بسم الله، وهنشوحه كويس. السجق كمان من الحاجات اللي مليانه بهارات، يعني فيها كميه بهارات كتير جدا، فاحنا مش محتاجين ان احنا نزود بهارات، يا دوبك هنحط بس ملح وفلفل. لو لاحظنا كده في المقادير مفيش اي نوع من انواع البهارات، هنكتفي باللي موجوده جوه السجق تمام. وهنسيبه يتشوح براحته. ونشوف معانا الحله هنا، هنحط فيها خليط من الزبده والزيت علشان الزبده ما تتحرقش معانا. لكل معلقة من الدقيق معلقة من المادة الدهنية ايا كانت ايه هي، انا عايزة المعالق. ومعانا عبد الرحمن. الو الو، ازيك يا عبد الرحمن؟ الحمد لله. اخبارك؟ كويس الحمد لله. دايما يا رب. حبيبي حضرتك قوي. ميرسي يا حبيبي، تسلم والله. انت في سنة كام يا عبد الرحمن؟ تانية ابتدائي. ما شاء الله عليك، يلا اجازه سعيده النهارده، اجازه وبكره اجازه، صح؟ صح. بتتفرج دايما على البرنامج؟ نعم. بتتفرج دايما على البرنامج؟ شايفه. بتتفرج عليا على طول كل يوم؟ ماما كمان. يا سلام، سلم لي عليها كتير، بس اهم حاجه نخلي بالنا من المذاكره بتاعتنا. ماشي ماشي، تسلم لي يا عبد الرحمن، نورتني. تمام، وهنجيب معلقه، وادي الزبده والزيت عندنا اهو ابتدوا يسخنوا. لكل معلقه ماده دهنيه معلقه من الدقيق، حطينا هنا 4 معالق، هنحط كمان 4 معالق من الدقيق. تمام، ونقلب كويس. على فكرة البشاميل من أسهل الحاجات اللي ممكن تتعمل، بس هي ممكن تقف عقبة قدام ناس
لان في حاجات بسيطه كده هي اللي بتخلي البشاميل يظبط معاكي. تمام. ومعانا مرام. اهلا مرام. ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ انا تمام الحمد لله يا حبيبتي. بحبك قوي يا سيف. وانا كمان والله يا قلبي. بعد اذنك عايزه طلب. اتفضلي يا حبيبتي. عايزه طريقه الفراخ البنين المقرمشه وكفته الفراخ. كفته الفراخ. حاضر. يا ريت تنزل المقادير عشان انا صغيره. عينيا. حاضر. شوفي يا كنزه كده معانا المقادير. ماشي. البانيه معمول قبل كده. تمام يا حبيبتي. شايفين السجق عندنا اهو ابتدى يتشوح ويدخل في السوى، ودايما ايدينا في الدقيق علشان مش عايزينه يغير لونه ويغمق عشان الصوص بتاع البشاميل يطلع معانا فاتح. هنسوي الدقيق وفي نفس الوقت هنحافظ على لونه ابيض مش غامق. واحنا شغالين فيه كده هنقول يعني كل الحاجات اللي تساعدك ان البشاميل يطلع معاكي مظبوط 10 على 10 وكمان يطلع طعمه حلو. يبقى اول حاجه الماده الدهنيه قد الدقيق، ومش عايزين نحمر الدقيق ونديله لون اغمق، عايزينه يطلع فاتح خالص. اللبن بتاعنا مجهزينه بدرجه حراره المطبخ علشان ما ينزلش يكلكع معانا، يعني ما ينفعش احط لبن سخن جدا على الدقيق وهو سخن، هتفاجئي ان هو ابتدى يعمل كلاكيع بسرعه ومسك في بعضه مش هتعرفي تفكيها. تمام. يبقى لازم اللبن يبقى بدرجه حراره المطبخ عشان يديكي نتيجة كويسة وتفكي البشاميل براحتك خالص ويبقى قوامه كريمي مفهوش أي كلاكيع. طبعا البشاميل بيخش معانا في كتير كتير من الأصناف، كانيلوني بقى ونجريسكو ومكرونة بشاميل وطواجن زي اللي احنا هنعملها النهاردة، فلازم نبقى خلاص بقى بنعمله ومتمكنين منه جدا. معانا مين؟ أهلا أم رنا. طيب اوكي. ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ ازيك يا حبيبه قلبي؟ اهلا بيكي. انا بحبك قوي 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 حبيبتي. تسلميلي. وانت جميله وطبيخك جميل وكل حبيبتي. الناس بتحبك. الحمد لله والله، ده من فضل ربنا عليا والله. والله انت جميله جدا، وكان نفسي اكلمك من زمان لان بحب طبيخك وبحبك، وانت تستاهلي كل خير. تسلميلي يا روحي والله، ده من ذوقك بس والله. تسلميلي. وكمان سلامي للشيف محمد ابراهيم. يوصل له ان شاء الله. يوصل له ان شاء الله يا حبيبتي. وكل بانوراما جميله، وانت بقى الايه الفندق بتاعها. حبيبه قلبي تسلميلي والله، ما تحرمش منك ابدا. تسلمي يا قلب وتسلمي كل حاجه بتعمليها. تسلمي يا روحي ويسلم اتصالك وما تحرمش منك ابدا. نورتيني نورتيني بجد واسعدتيني بكلامك الجميل. تمام. شايفين البشاميل الدقيق بتاع البشاميل اللي عامل ازاي؟ ابتدى بصوا يبيض، ياخد لون ابيض، بعد الابيض ده بقى يبتدي يغمق. تمام. الابيض ده معناه ان هو خلاص بيستوي، بعد اللون ده يبتدي بقى ياخد لون اللي هو لون التحمير الغامق، واحنا مش عايزين نوصل للمرحله دي خالص. تمام. هنجيب مضرب يدوي علشان لازم يكون جاهز في ايدينا، ما ينفعش انزل اللبن ومش في ايدي التانية المضرب. ادي المضرب بتاعنا وادي اللبن بتاعنا. هننزل بكمية اللبن كلها مرة واحدة؟ لا ما ينفعش، لانه لو نزل كله مرة واحدة ده هيغلبك انت على بال ما تفكي الدقيق ويتقل معاكي تاني، هتاخدي وقت كبير ايدك لازم تكون فيه على طول. فهننزل تلت الكمية بس. تمام. ومعانا سهام. اهلا سهام. سهام يا بطل. اهلا وسهلا. ازيك حبيبتي؟ اول مرة اكلمك. انتي نورتيني. انتي زي العسل. مرسي يا روحي مرسي، ده انتي كلك ذوق. جميل جميل فعلا يا بطل. تسلميلي يا روح قلبي والله، ده بس من ذوقك. يا رب يخليكي. تسلميلي يا روحي. قولي لي على الفراخ المقرمشه. هننزل بيها دلوقتي. حاضر. وعايزه ابعت سلامي لمدام احلام ومريم ومرامي. طيب هم اكيد سامعينك. وبطه بتاع بص نظيفه. تمام يا روحي، هم سامعينك كلهم، سامعينك دلوقتي. حبيبه قلبي. تسلمي لي يا روحي. تسلمي ونورتيني باتصالك. تمام. هننزل تلت كمية اللبن ونبتدي نفك كده الدقيق بتاعنا في اللبن. تمام.
كده. هضيف هنا على البشاميل مكعب المرقة ده لو طبعا بتستخدميه، تمام، عشان يفك معانا كده. وهستنى لما يغلي علشان اشوف القوام بتاعه ايه الاخبار، محتاج تاني لبن ولا كده كويس. تمام، زي ما اتفقنا عايزين البشاميل يكون قوامه تقيل، احنا مش محتاجينه خفيف النهارده. المكرونه بتاعتنا مسلوقه سلقه كامله، وادي السجق بتاعنا بصوا خلاص هو استوى. تمام، هو كده تمام جدا. هنزل عليه دلوقتي بايه؟ بالبصل، وبعد البصل هنحط الفلفل. تمام، ادي البصل هنشوحه شويه وبعدين نحط الفلفل، ومش محتاجين هنا غير رشه بسيطه من الملح، يا دوبك بس على قد الخضار اللي معانا، لاننا كلنا عارفين ان السجق بيبقى اوريدي فيه ملح وفيه توابل وبهارات كتير كده. كويس، عايزه تزودي كمان كميه البصل زوديها، كل ما البصل بيزيد كمان بيدي طعم حلو جدا ويبقى مسكر كده في المكرونه. تمام، ويكتر كمان معانا الكميه. تشويحه بسيطه، انا مش محتاجه ان انا اطول عليه، البصل كمان من الحاجات اللي بتستوي بسرعه. وادي البشاميل اللي ايدينا فيه مش عايزين نسيبه، ابتدى يتقل اهو، شايفين القوام. احط له الملح والفلفل بتاعه، كده انا هزود شويه لبن عشان هو تقل. ومعانا ام منى، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا حبيبتي، اخبارك ايه؟ الحمد لله كويس. الحمد لله يا روحي، منوراني. الحمد لله. ممكن حضرتك بس تشيل المقادير تاني على الشاشه؟ عينيا، حاضر، هنزلها تاني. حاضر يا روح قلبي. خلاص البصل اتشوح معانا شويه اهو، هنحط ايه دلوقتي؟ هنحط الفلفل الالوان. الحاجات دي كلها بتدي طعم حلو كمان قيمه غذائيه، احيانا الاولاد لهمش تقل على الخضار عامه، فهندخله لهم في وسط الحاجات دي هتدي لهم فيتامينات كتير وحاجات كويسه من غير ما يحسوا او يضايقونا بقله اكلهم. كلنا امهات وعارفين اللي بيحصل في البيت. تمام، تشويحه بسيطه، وهنبتدي نركب الطاجن بتاعنا. تمام، فاضل معانا خطوه في البشاميل اللي ما عملناهاش، وهي الجبنه الكريمي. يا تحطي جبنه كريمي يا تحطي قشطه، المتوفر عندك. تمام، وهنحطها بتبقى دايما اخر خطوه، وما نخليش البشاميل يغلي على النار بعد كده كتير عشان ما يقطعش مننا. تمام، ادي الجبنه بتدي طعم حلو قوي، والقوام كمان بيبقى لطيف جدا. طبعا البشاميل سخن فهي تنزل هتسيح على طول، سواء كانت قشطه او جبنه كريمي. شايفين قوام البشاميل حلو جدا. ادي عندنا المكرونه المسلوقه زي ما اتفقنا، اي نوع انت بتحبيه او متوفر عندك. وادي السجق، هبتدي اخد كده السجق وانزله على المكرونه. واحنا بنعمل السجق زي ما اتفقنا بلاش ماده دهنيه كتير، بلاش توابل كتير علشان هو اصلا مليان. بصوا بقى الالوان مع بعض حلوه جدا. هضيف عليها ايه؟ هضيف شويه جبن عشان تبقى جوه كده فتمط كده معانا واحنا بناكل، ونخلي الباقي للوش. هنحط كمان شويه من البشاميل عشان يمسك كل المكونات مع بعض، ونخلي الباقي برضو عشان الوش. تمام، ونقلب بقى. تمام قوي كده، وهنجيب فرشة وندهن الطواجن بتاعتنا
اللي احنا هندخلها الفرن بالزبدة بسيط خالص. دهنة بسيطة جدا. وده كمان ممكن تعمليهم في طواجن أصغر ويبقى كل واحد أو كل فرد في الأسرة يبقى له طاجن لوحده كده يعيش معاه، هيبقى أفضل كتير. ومعانا عبد الله. ألو. ألو، ازيك يا عبد الله؟ الحمد لله. أخبارك؟ الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله. دايما يا رب الحمد لله. ها؟ ايه عايز اطلع على الهوا؟ عايز تطلع على الهوا؟ حاضر والله، اول ما يسمحوا لنا نستضيف ضيوف هقول لك يا عبد الله. ماشي يا عبد الله؟ طريقه البيتزا؟ ينفع طبعا. حاضر، ننزل كمان طريقه البيتزا. ماشي يا عبد الله، نورتني يا عبد الله. تمام. ادي الطاجن، مش هملاه كله لان لسه عندنا بشاميل وعندنا كمان جبن هتتحط على الوش عشان ما يفرش مننا في الفرن. نعمل التاني. وزي ما اتفقنا يعني لو عندك طواجن صغيره بتعمليهم على قد افراد الاسره وكل واحد ياخد الطاجن بتاعه، وده بيبقى افضل اهو. وزي ما قلتلك حابة تزودي الفلفل اكتر حلو قوي، حابة تزودي البصل اكتر برضو جميل، بيبقى طعمه حلو. وادي البشاميل بتاعنا على الوش كده عشان الوش ما ينشفش، خطوة مهمة جدا، لازم البشاميل يغطي المكرونة في اي حاجة بنعملها، لازم البشاميل يغطيها علشان لما تخش الفرن لو المكرونة باينة بتنشف وبتبقى شكلها مش لطيف وطعمها كمان مش لطيف خالص بالشكل ده. الفرن بتاعي والع سخن جدا، حطيت الطواجن في صاج فرن عشان اقدر بس اتحكم فيهم في الدخول والخروج. تمام، هحط على الرف الوسطاني، انا مش محتاجة حاجة من الفرن خالص غير انه يسيح الجبنة وياخد وش ذهبي حلو كده ونطلعه ناكله بألف هنا وشفا. راح اولع اشغل الفرن، لا هو شغال، راح افتح الفرن الاول. تمام، وندخل الطواجن بتاعتنا. بسم الله، والنار حاميه جدا علشان ياخد معانا لون كتير او لون بسرعه، مش عايزينه يطول في الفرن، لو طول في الفرن الجبن كل ما قعدت في الفرن كل ما بتنشف. زي حتى دايما نسال البيتزا ليه الوش بتاعها بيبقى ناشف او الجبنه بتبقى ناشفه مش زي اللي بناكلها في المحلات بره، لان البيتزا بتطول معاكي في الفرن وده بيطلعها هي ناشفه والجبنه كمان ناشفه. كل ما كان الفرن سخن هيديكي لون اسرع وفي نفس الوقت كمان طراوه للجبنه مش هتنشف منك. تمام، خاصه ان كل المكونات عندنا مستويه ومش هتاخد اي وقت خالص. تمام.